السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. طبعا الناس حبايبي اللي عارفيني من زمان، الناس اللي معايا بقالهم يعني كام شهر، الناس اللي حبوني لوجه الله واللي حبيتهم لوجه الله، بشكرهم جدا على كل حال. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا حبيب الله، عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم. طبعا قبل ما أبدأ في الموضوع اللي أنا وعدتكم إن أنا أتكلم فيه، عايزة أقول لكم كلمتين صغيرين أنا حكيتهم كتير قبل كده، لكن برضو هقولهم تاني للمرة الأخيرة إن شاء الله رب العالمين. عايزة أقول للناس اللي عرفوني والناس اللي عارفين القصة بتاعتي وحكايتي وروايتي، اللي هي إيه؟ اللي هي إن أنا قلت 100 ألف مرة قبل كده، قلت إن أنا لما دخلت مجال اليوتيوب ما كنتش داخلة علشان فلوس، تمام؟ وكان نفسي أكون إنسانة ناجحة، وكنت حاسة إن أنا عندي ما شاء الله لا قوة إلا بالله مواهب كتير، وكنت حاسه ان انا ان شاء الله رب العالمين في المواضيع الحواريه وفي المشاكل الزوجيه والامور دي، كنت حاسه ان انا ان شاء الله ناجحه في الامور دي، وجربت اكون كده في قناتي التانيه كلام ستات عين العقل. المهم ان انا كنت شايفه نفسي ان انا ناجحه في مجالات كتير. انا هتكلم بسرعه عشان ادخل في الموضوع ان شاء الله رب العالمين. اوكي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله عليه الصلاه والسلام. كنت حاسه ان انا يعني ممتازه في الالقاء، شطوره في الشعر على قد ما اقدر، وكنت حاسه ان انا في القصص الدينيه وفي القاء القصص شيء جميل، وكنت حاسه ان انا عندي مواهب كويسه، وكنت حاسه ان انا كان نفسي اقدم محتوى مفيد للناس، تمام؟ وما كانش ابدا يعني هدفي الاساسي هو الفلوس، عشان لما تعرفوا حكايتي دلوقتي واللي انا عايزه اقول عايزه اسيب اليوتيوب او كذا، عشان الناس ما تقولش انتوا كنت بتقولي لنا ان انت داخله مجال اليوتيوب مش عشان فلوس، اشمعنى دلوقتي لما انت عايزه توقفي الاعلانات وما عدتيش هتكسبي فلوس دلوقتي بتقولي هسيب اليوتيوب؟ يبقى انت كنت بتكدبي علينا لما كنت بتقولي انت داخله اليوتيوب مش عشان فلوس، دلوقتي انت هتوقفي الاعلانات وفلوسه حرام مثلا زي ما بيقول، الله اعلم، انا لسه متاكدتش، لسه في مرحله ان انا بتشاور وبسال متاكدتش، تمام؟ يبقى انت كنت بتكدبي علينا. لا، انا لسه عندي كلامي وانا بوضح لكم وبفهمكم ان انا من الاساس ما كانش هدفي الفلوس، وكان نفسي ان مواهبي اللي انا شايفاها في نفسي الحمد لله رب العالمين بفضل الله كان نفسي ان انا افيد بها الناس، تمام؟ ودلوقتي لو اتاكدت من ان ارباح اليوتيوب حرام زي ما بيقولوا وهوقف الاعلانات، فبرضو انا بعد ما اشتغلت في قناتي التانية وفي قناتي دي وتعبت كتير وصرفت كتير وراحت عينيا في القناتين زي ما انتوا عارفين وحكيت لكم حكايتي 100 مرة، فانا برضو بقى عشمي في ربنا كبير، بقى عشمي برضو ان ربنا يبعت لي رزق يعني يسندني في اللي انا بصرفه على القناة، او حتى يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يعني اتعشمت برضو، اتعشمت ان ربنا يكافئني باي شيء يعني يكون رد للتعب اللي انا تعبته والمجهود اللي بذلته، وزي ما انتم فاهمين والسهر والكلام ده كله اللي انتم حافظينه كويس وانا قلته 100 مرة، تمام؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. فانا فكرت ان انا اسيب القناة، والله اعلم انا هسيبها ولا لا، انا لسه في مرحله بحث. لو كان اليوتيوب فلوسه حرام فانا هوقف الربح، لو كان ظهوري على القناه حرام فانا ما عدتش هظهر، لكن بعد ما اقضي رسالتي اللي انا قررت ان انا مش هسيبها، وقلت قبل ما اسيب اليوتيوب لازم اشوف رسالتي الاول اللي انا لاحظتها لما دخلت في شعب الجزائر، ولما دخلت بينكم، ولما شفت تفكيركم، ولما لاحظت ملاحظه عجيبه وغريبه وغير طبيعيه وبشعه وفظيعة، ويتقال عليها أي لفظ يتقال علشان يوصف الملاحظة اللي أنا لاحظتها في الشعب الجزائري. ساعة ما دخلت بينكم، ساعة ما فتحت القناة دي وبقيت أنشر أخبار سهيلة بن لاشهر، وبرضو كان عندي أخبار لكنزة، برضو كان عندي أخبار للاتنين، تمام، وأخبار لفنانين تانيين برضو، أوكي، ولاحظت إن في مشاكل بشعة جدا بين الجيش الكنزاوي والجيش السهلاوي والجيش السهابي والجيش البيسوهالي، فما ينفعش. فانا هتكلم في الموضوع ده برضو في فيديو تاني ان شاء الله رب العالمين، مش هدخل في موضوع الجيوش ده دلوقتي، هيكون ليا تعليق عليه بعدين ان احيانا الله رب العالمين. لكن النهارده مش هطول كتير علشان ما اطولش عليكم وازهقكم مني، عايزه بس اقول لكم ان انا لو فكرت اسيب القناه، لو فكرت ان انا ما عدتش ادخل اليوتيوب ده خالص وتاكدت ان المجال ده حرام من بدايته لنهايته، فانا ليا رساله عايزه اقدمها وعايزه اقول كلمه الحق قبل ما اسيب اليوتيوب وقبل ما اسيب شعب الجزائر حبيبي اللي هم عارفين كويس ان انا بحبهم قد ايه. فقبل ما اسيبكم وامشي،
طبعا انا لما كنت بتكلم على الاخبار بتاعت سهيله بن الاشهب واخبار كنزه، وكنت بعمل لايفات وكانوا بيدخلوا الناس عندي وكانوا بيعملوا خناقات وكانوا بييجوا في الفيديوهات ويعملوا خناقات، ومش بس عندي في فيديوهات، ناس كتير جدا 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 في اي فيديو في اليوتيوب بيتكلم عن سهيله بن الاشهب ويتكلم عن كنزه فبيحصل مشادات كلاميه وبيحصل تحورات ومشاكل ونقاش وكلام فظيع جدا جدا جدا. ان شاء الله رب العالمين هيبقى ليه فيديوهات تانية عشان نعلق على الحاجات دي، اللي هي سبب في ان انا لما بقيت اعمل لايفات والناس تدخل تتخانق وتشد مع بعض، الجيش الكنزاوي والجيش السهلاوي يتخانقوا، تمام، وطبعا بالفاظ بشعة جدا، تمام. فانا حسيت ان في فتنة رهيبة جدا، يومها انا قلت يا رب يا رب يا رب تقف الفتنة دي واكون انا السبب فيها، وطلبت ده من ربنا ودعيت ربنا، والكلام ده من كام شهر، وطلبتها من الله رب العالمين، وان شاء الله رب العالمين ربنا هيستجيب لي دعوتي ان شاء الله رب العالمين. الحمد لله وبفضل الله، الحمد لله وبفضل الله، الحمد لله وبفضل الله، مفيش دعوة دعيتها الا واستجابها ربنا، الحمد لله رب العالمين وبفضل الله. وعشمي فيك يا رب كبير ان الفتنة بين الجيش السهلاوي والجيش الكنزاوي تتوقف تماما 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 بفضل الله رب العالمين، ثم بفضل رحاب العربي المصرية بفضل الله، وان شاء الله ما عادش هيبقى في فتنة بين الجيش الكنزاوي والجيش السهلاوي، ما عادش هيبقى في اي كلام اللي بيحصل ده ان شاء الله بفضل الله، ان شاء الله بفضل الله. قبل ما اقفل القناة او قبل ما اسيب اليوتيوب او قبل اي حاجة، ويمكن ما اسيبش ويمكن اسيب، الله اعلم، هو ربي اللي يعلم. زي ما فهمتكم لقيت اي حرمانيه في المجال ده فانا هبعد عنه، ما عنديش اي استعداد ان انا اغضب ربنا باي طريقه كانت، لكن كلمه حق عايزه اقولها قبل ما اسيبكم، ان انا لما شفت الفتنه بين الاثنين وشفت المشاجرات بين الاثنين فقلت لازم 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 الحاجه اللي كانت جوايا واللي انا كان نفسي اقولها من زمان لما لاحظتها من اول ما دخلت بينكم يا شعب الجزائر، من اول ما لاحظت المصيبه دي والكارثه دي، فقلت لازم ان انا ان شاء الله رب العالمين اكون سبب باذنك يا رب في حل المصيبه دي اللي محدش حاسس بها خالص في شعب الجزائر، مفيش حد حاسس بالكارثه دي غيري انا رحاب المصريه وغير سوسو الجري. سوسو الجري بنتي وحبيبتي واختي الصغيره وبنوتي من الجزائر، هي اللي فاهمه وحاسه بحجم المصيبه والكارثه دي، وانا طبعا بكلمي معاها فهمتها جدا جدا واقنعتها جدا ان المشاكل بين الجيش السهلاوي والجيش الكنزاوي هيترتب عليها مصايب كبيره مفيش حد حاسس بيها، هفهمها لكم ان شاء الله رب العالمين بفضل الله، هفهمكم ايه هي المشاكل اللي هتترتب على الموضوع ده، ومش عايز احرق الفيديوهات اللي جايه، لكن ان شاء الله رب العالمين هيبقى في كلام كتير 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 لوجه الله هقوله لكم يا شعب الجزائر، لاني بحبكم جدا 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 جدا، ولا يهمني مشاهدات ولا يهمني فلوس ولا يهمني اي حاجه خالص من الحياه غير كلمة حق الوجه الله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. إذا ربنا ما ادانيش فلوس، إذا ربنا ما ادانيش مشاهدات، إذا ما ادانيش أي حاجة، فهو اداني حب الناس، بفضل الله ربنا اداني حب الناس، محدش شافني إلا وحبني، محدش سمعني إلا وحبني، الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.